في ظل التطورات الأخيرة في سوريا، ظهرت عند بعض الأطراف مخاوف من انزلاق البلاد إلى فتنة طائفية، لكن معظم المتابعين من جانبي السلطة والمعارضة يشددون على قدرة مكونات المجتمع السوري على تجاوز ومنع أي فتنة محتملة، خصوصا أن سوريا تعتبر مهدا لحضارات متعددة. موفدنا فاسيلي يوريمينكو رصد الأجواء في دمشق وأعد هذا التقرير. الآن وكل آوان وإلى سوريا تاريخيا تحتضن العديد من الأديان والمذاهب والقوميات، السنيون والعلويون، المسيحيون والأكراد، هي قائمة شبه كاملة من الطوائف التي تسكن تحت سماء بلد واحد. الإحصائيات والبيانات الرسمية تقول إن عدد المسيحيين في سوريا يبلغ حوالي 10% من السكان، لكن يبدو هنا في دمشق أنه لا يوجد فرق بين مسيحي ومسلم، بل إن الكنيسة قد تقع قاب قوسين أو أدنى من المسجد. ومع ذلك يرى البعض أن هناك جانبا آخر للمسألة الطائفية، بل ويشددون على أن كل ما يحدث في سوريا حاليا قد يعود سببه إلى العلاقات السيئة ما بين الطوائف، الأمر الذي يرفضه المؤمنون أنفسهم. يعني الواحد إنسان الواعي اللي مدرك وبيحب بلده وبيعرف أن هالشغلة مو مننا، مو من الداخل، هي جاية من برا، أيوة مو من سوريا، جاية من برا ومن تعليمات من برا لحتى يضغطوا على سوريا. هلا انت فرض ببيتك، انت سيد البيت تبعك، بتريد حدا يجي يتدخل ببيتك بنظام بيتك؟ انت بدك تربي اولادك مثل ما بدك انت. نحن ما عندنا فرق بين مسلم ومسيحي ونصراني، كله واحد، شعب واحد، ما عندنا تمييز بين مسلم والطوائف، كله واحد، شعب واحد. وبين هذه الأقوال وتلك الافتراضات بدأت في سوريا تظهر شائعات حول إمكانية نشوب حرب طائفية أو دينية، شائعات يبدو أنها تخدم مصالح أطراف أخرى بحسب ما يؤكده الخبراء. لا ما أبدا، لا هنا ليس هناك لا حرب أهلية ولا حرب دينية، نحن واثقون من ذلك، نحن لنا علاقة جيدة جدا مع كل الشرائح الإسلامية. ما يحصل الآن للأسف، يعني نحن نحمل جزء كبير من المسؤولية للإعلام الديني السعودي بشكل خاص. أنا لا أتهم النظام السعودي، ولكن أتهم العقلية الوهابية، العقلية الوهابية التي تتحدث صباح مساء عن كفر الشيعة، كفر الإسماعيلية، كفر النصيرية، كفر الدروز. هذا اللون من الخطاب غير موجود في سوريا. ومع كل ذلك يبدو أن المؤمنين البسطاء هنا في سوريا لا يلون اهتماما كبيرا لتلك الأخبار أو الشائعات، بل إنهم على يقين أن طائفتهم ودينهم وقوميتهم تتجسد في وطنهم الأم سوريا. فاسيلي رومنكا، روسيا اليوم، دمشق.